أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين سبعة القمر ما زال موجود في منزلة الصرفة وهي للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء وثبات الموظفين ورح يمكث في هاي المنزلة حتى تمام الساعة أربعة وثلاث دقيقة صباحا لينتقل بعدها لمنزلة العواء وهي منزل للربح والحرية والزواج طبعا القمر الساعة سبعة وخمسة وأربعين دقيقة يعني الليلة من بث موعد بث الحلقة يعني بعد بث الحلقة تقريبا بساعتين أو ثلاث ساعات بيصير القمر استقر تماما في برج العذراء أما بالنسبة لتأثير القمر القمر لما بيكون موجود بالعذراء من عود الآن لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط ومنا منترك لا شاردة ولا واردة ولا دون تفحصها والتدقيق بتفاصيلها نجد أن عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام نشعر أن الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا ونتوهم امراض او نتوسوس من مرض معين ما له اي وجود، هاي افضل فتره للتخلص من عادات سيئه مثل التدخين وشرب الكحول او الادويه المهدئه وبوسعنا الاقتناء حيوان اليف ومطالعه كتاب مفيد والبدء بوظيفه او عمل جديد. أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية فلكية رح تكون هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وأورانوس وهي الزاوية رح تكون في تمام الساعة ثمانية وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك اما بالنسبه للزاويه التي تليها هي زاويه تربيع سلبيه راح تكون بين القمر وعطارد وهي راح تكون في تمام الساعه 11 و24 دقيقه ظهرا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجيه الطباع القمر طبعا بما انه موجود بالعذراء معناته خلو المسار القادم راح يكون يوم 8/12 بيبدا في تمام الساعه 10 و34 دقيقه مساء وراح يستمر حتى اليوم التالي ولكن مش بعمق اليوم التالي هو راح يعني ليوم 9/12 في تمام الساعه 12 ودقيقه منتصف ليل الثلاثاء على الاربعاء لا ينتقل القمر لبرج الميزان اما بالنسبه لعمر القمر القمر انحسار المربع 22 يوم في تمام الساعه 11 و13 دقيقه مساء بيصبح 23 يوم نسبه الاضاءه 55% اما بالنسبه لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21/12 مزاجها سعيد بنسبه 30% القمر في العذراء حتى يوم 9/12 منتحس بنسبه 15% عطارد في القوس حتى يوم 20/12 مزاجه سعيد بنسبة 15%، الزهرة في في العقرب حتى يوم 15/12 سعيدة بنسبة 15%، أما بالنسبة للمريخ في الحمل تقريبا اللي راح يظل هو لسبعة واحد نسبة الحظوظ 15% بتكون اما بالنسبه للمشتري في الجدي نسبه الحظوظ بتكون 25% مزاج منتحس وهي لغايه 19/12 موجوده في الجدي بعدين بتنتقل للدلو زحل في الجدي حتى يوم 17/12 مزاجه سعيد بنسبه 15% ورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14/1 مزاجه منتحس بنسبه 12% نبتون في الحوت مزاجه سعيد بنسبه 15% بلوتو في الجدي سعيد بنسبه 15% وصلنا للتوقعات اليوميه برج الحمل هذا اليوم بيتراكم في العمل اكثر من المعتاد بتجدوا نوع من أنواع الصعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم انتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعلاج المسائل الطارئة للتوصل إلى اتفاق ابحث عن حليف أو دعم وتجنب الإساءة إلى أصدقائك وشركائك حاذر من التراجع الصحي برج الثور طبعا اليوم عاطفي جدا والحظوظ بتلعب دور كبير معك، فعشان هيك بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم. بيحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتوصل وللتواصل مع المحيط. ممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا إذا استغليته بشكل كامل. تشعر بالطمأنينة والراحة. برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتشعروا ببعض الحزن والتعب وممكن تبحث عن ملاذ آمن خلال الفترة هاي أهم شيء أنك ما تنتقد أقرب الناس إليك ممكن تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة، يعني بمعنى آخر بدك تكون حذر من الأمور العائلية. برج السرطان كونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن. لا تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار. بسجل اليوم لقاء مهم أو اتصالات مفيدة ممكن تجري أبحاث أو مفاوضات أو بحث معين بلاقي النجاح، بتقوم بزيارة أو بتلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة المقبلة، يعني بتكون الأجواء إيجابية وعندك كثير من النشاطات الفكرية. برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضروريه احرصوا على مالكم من الضياع او السرقه ممكن تناقش موضوع مالي اهم شيء انك ما تتسرع في اي استثمار قبل مراجعه التفاصيل لا تبذر اموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود حدد اهدافك بشكل جيد وحاول انك ترتب الوضع المالي عندك بشكل جيد برج العذراء بتشعر بثقه كبيره بالنفس وقدره على السيطره على زمام الامور بتكون مميز بادائك الفتره هاي واعده بخبر او تسويه وانطلاقه بمرحله جديده بتطرح افكار جديده وبتجتهد في انجاح مشروع جديد الحماسه واضحه عندك وقدرتك على التركيز برضه ممتازة وعندك وضوح بالأفكار. برج الميزان بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم، بسيطر التعب الشديد عليكم، بتفكر في إلغاء المواعيد والابتعاد عن الأضواء، احمي نفسك من المحتالين، بتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية. فترة شوي محبطة ومخيب الآمال برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أهمش أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء مع محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبيه واسعه الرؤيه واضحه وما بيجوز تجنب اتخاذ القرارات برج القوس بوسعكم المحافظه على سمعتكم وانجازاتكم القائمه في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونظم أعمالك يعني عشان تكون كلها جاهزة وتقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بتنشطوا في أمور لها علاقة بالسفر والاتصالات كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا أهم شيء أنك ما تضيع عليك الفرصة برج الدلو تفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات. صحتكم أو صحة قريب إلكم بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف لا تهمل ملف ولا قضية خلال هذا اليوم على أساس إنه ما تتسجل نقاط عليك برج الحوت تتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء سواء في العمل أو في العاطفة ولكن طبعا لأن القمر مقابلكم الطاقة بتكون ضعيفة شوي كونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة يعني ممكن شوي يكون في نوع من أنواع الضغط والأوضاع ممكن يكون فيها بعض الصعوبة أو تجد صعوبة في إنجاز بعض الأمور هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اترككم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء